السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طبعا بعد ما قررنا طعن على القرار 79 الخاص باستبعاد قرار المفوضية باستبعاد عبد الدكتور سيف الإسلام القذافي من ضمن قائمة المرشحين الأولية، فقررنا طعن عليه أمام لجنة الطعون الابتدائية اليوم، وقد تم تحديده جلسة للنظر فيه الساعة الرابعة، ولكن تم الهجوم على المحكمة وطرد كافة الموظفين وأيضا القلب الكتاب تم طرده، وأيضا تم طرد القضاة واستخدام القوة ضدهم وحمل السلاح عليهم، فبالتالي هذا أمر غير مقبول، وهذا أمر يعني قد يعرق العملية الانتخابية، وهذا يعني سلوك غير حضاري. نحن جئنا إلى القضاء كوسيلة كملات يعني نراه بأنه قد يعني للتظلم من القرار الغير قانوني قبل المفوضية، ولكن للأسف حتى القضاء قد تم يعني طرده واستخدام القوة ضده من قبل المحكمة. والسلام عليكم ورحمة الله.